السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، شاهدوا ما تقال الإعلام المصري عن الشعب الجزائري، تابعوا معنا هذا الفيديو. لو تحب توصف الشعب الجزائري بدقة هتقول إنهم ناس بيعشقوا كرة القدم وبيعشقوا القراءة وما بيكرهوش حاجة قد التعالي وقد التجاهل، بيحبوا الحياة بس بيفضلوا عليها الموت بكرامة. شعب تاريخه وعلموا الصلابة وعلموا القوة وعلموا الثبات. الجزائري لن يسامحك إطلاقا في انتماءاته الكروية، ولن يسامحك إطلاقا في اعتزازه بقوميته، وبالتأكيد لن يتسامح معك في شهدائه اللي أسمائهم ما زالت ترصع معظم شوارع الجزائر. شهداء الجزائر خط أحمر مش بس بالنسبة للجزائريين، احنا كمان لنا حقوق في هذا الدم، لنا حقوق في هذا الدم اللي دعمناه ودعمنا ووقفنا سوا كتفا بكتف في خنادق عديدة يشهد عليها التاريخ.